اليوم ننقل لكم فعاليات حملة وحشتونا بأبو ظبي، حيث عقدت الحملة بالتعاون مع خيمة التواصل العالمية مقيمة السيسي، تم من خلاله تكريم العديد من الشخصيات الإماراتية. ومعنا الآن لقاء مع السيدة طيبة السويدي، سيدة الأعمال الإماراتية. أهلا بحضرتك. أهلا. في البداية طبعا السيدة طيبة السويدي سيدة الأعمال الإماراتية هي أحد الشخصيات الداعمة لحملة وحشتونا. إيه رسالة حضرتك من دعم الحملة؟ والله أنا دعمت الحملة مش كشيء شخصي أو شيء عام. أنا من نوع اللي أحب مصر. مصر هي بلد كل أم الدنيا وكل الناس تحبها. أنتوا إخواني وأهلي وأصدقائي وعيلتي وأنا من نوع اللي أحب التواجد في مصر تقريبا شهرين. فانا لما كلمني الاستاذ احمد بخصوص الحمله اللي فيها حمله كشفونا، قلت له قبل الاستاذ احمد نور امين اتحاد المبدعين العرب، قلت له عيوني لكم، انا مساعده لكم جد اذا انا بامكاني اني انا اساعدكم، وانا ادعم الحمله كدعمي لاخواني واصدقائي واهلي اللي انا ودي اتشرف فيهم في البلاد. الدكتور سلطان احمد الجابر وزير الدوله الاماراتي قال لجريده الاهرام المصريه الامارات تدعم خطه متكامله لانعاش الاقتصاد المصري. كسيده اعمال، كيف يمكن يعني انعاش الاقتصاد المصري من خلال تعاون بين مصر والامارات؟ التعاون بين مصر والامارات يعني من ايام ابونا زايد الله يرحمه، وصلنا على شعب مصر من حيث التجاره والاعمار فيها والمع الاقتصاد. فأنا قبل ما يبتدي السيد نحن أوريدي قايمين بهالشيء، والحين الدعم أظن يبتدأ في المشاريع، أظن بيكون حيث المشاريع والاقتصاد والتجارة ومجال السياحة من حملة وحشتونا لإعادة السياحة. يعني نقدر نقول ان حمله وحشتونا هي كبدايه لتعاون بين مصر والامارات في مجال الاقتصاد ومجالات اخرى. بالضبط، صار متاح لعده مجالات، مش مجال بس السياحه، سياحه اقتصاد تجاره واعمار ان شاء الله. يعني كيف يمكن تحقيق ذلك على ارض الواقع؟ يعني حمله وحشتونا هي خطوه فعليه تم اتخاذها، كيف يمكن يعني التعاون بين مصر والامارات من خلال اقتصاد او تجاره او صناعه او معمار زي ما حضرتك؟ لو في خطوات معينه يعني كسيدة اعمال ممكن تكون يعني حاضره في ذهنك الان. نحن حاليا نحن مجموعه فينا مجموعه من السيدات ان شاء الله باذن الله بنحاول كخطوه لاعاده الصناعه في مصر، الانتاج الصناعي نركب كاقامه مشروع مصنع ان شاء الله الملابس الجاهزه. وظيفتي السابقه في مجال الازياء وما زلت مستمره فيها، وبناوي نعمل مشروع كبير ان شاء الله اقامه مصنع. كيف يمكن استغلال اجواء القمه العربيه بدورتها ال 25 اللي طلعتوا بالفتره الحاليه لخلق توافق او تعاون حقيقي بين الدول العربيه وخاصه مصر والامارات؟ القمه ابتدت تقريبا خطوات ان الخليج العربي كلهم يتواصلون في خط متوجه ومركزين على مصر لاعاده الحياه ان شاء الله من اول جديد فيها. مصر يعني قبلنا كلنا، قبل الخليج كلنا هي موجوده، والحين القمه ان شاء الله بترد مجرد ان تعطيها الاكسجين او النفس انها ترجع مره ثانيه. الشيخ مصر عايزين كلمة من حضرتك للشعب الإمارات لطمأنته لزيارة مصر. لزيارة مصر كلمة تطمن بها الشعب الإماراتي لزيارة مصر. مصر أنا ما أنقطع عنها في الأحداث ولا غيرها، مصر بلد آمنة ومذكورة في القرآن وما زال الآن فيها، هاي نكبة وعدت راحت والحمد لله، أنا لسه راجع منها.
ونقول لكم وحشتونا ونحن أظن وحشناكم إننا نرجع.